الآن غارة جديدة يا دكتور توفيق، ظني أنك تتابعها أيضا. الآن غارة جديدة وكذلك ألسنة اللهب. لا، ألسنة اللهب تتصاعد بكثافة. هذه غارة كذلك يستخدم فيها حجم كبير من المتفجرات يعني. نعم، يعني وحتى حضرتك أشرت إلى أنه هي بالقرب من مطار بيروت. نعم. يعني معروف الآن أنه فقط يعني طائرة، يعني شركة طيران الشرق الأوسط فقط اللبنانية يعني هي التي تحط في مطار بيروت. ويعني عندما يتم قصف محيط مطار بيروت هذا واضح تماما بأن الاتجاه نحو يعني نحو إغلاقه ونحو تهديده وربما ضربه، وبالتالي محاولة قطع لبنان. هل تستطيع يا دكتور توفيق أن تساعدنا في تحديد هذا المكان الذي تشتعل فيه النيران الآن؟ والله لا أرى يعني لا أرى المشهد. نعم أرى نعم، هذا انفجار آخر ضخم للغاية. نحن أمام غارة يعني كبيرة. لا أرى المشهد تماما، بس إنه بس هم على أي حال يعني الاحتلال كان وجه مجموعة من الإنذارات يعني قبل أن أدخل الاستديو إلى مجموعة من الأحياء في الضاحية الجنوبية، يعني مثل برج البراجني وحارة حريك وحتى على طريق المطار. لكن ألا يبدو لك يا دكتور توفيق أن بس وبرج البراجني محاذي لمطار بيروت؟ لا لا، كمية يعني هذه الانفجارات برج البراجني ألا يبدو لك أنها ربما غارة ليست عادية، حتى المستهدف منها غير عادي؟ ربما يعني ربما انه على الاقل يعني بالسوابق العدوانيه يعني مثل الذي حدث مثلا مع اغتيال وثم استشهاد السيد حسن نصر الله، طبعا يعني الصاروخ الواحد زنته طن وبعض يعني طن متفجرات، تخيل زلزال يعني البعض ايضا بعد الصواريخ 2 طن.